خلينا ناخذ الان روتيشنال ميكانيكال سيستم. يعني انا عندي روتيشنال، في عندي شارم بلو، الشافت هذا في عليه بيرنج هون هاي الجهه، وعليه بيرنج هاي الجهه. ساينز برسمه بشكل ادق، ارسم كانه في عندي بيرنج، فراح امد الشافت من هون، بعدين راح احط هون في كانها بيرنج بيليا، فالشافت بيقدر يلف في داخلها. وعلى الجهه هاي كمان نفس الشيء، ماشي؟ الواضح الكل فاهم شو هذا، اما انا بلف بهذا الاتجاه. اذا عندي هلا هون راح يكون هذا في له ثيتا اوف تي، ايش وحدتها ثيتا بالحاله هاي؟ لازم تكون ريديانز، وكمان ممكن يكون في له اوميجا. اوميجا اوف تي ايش وحدتها؟ ريديانز بير سكند. هلا هذا الشرط حتى اخليه يلف بدي اثر عليه ب تورك، ايش وحدة التورك؟ نيوتن متر. نيوتن متر. انا بفترض انه هذا الاتجاه هو البوزيتيف، هذا الاتجاه افترضته انه بوزيتيف. ايش راح يصير هلا بالشافت لما باثر عليه بتورك؟ ايش راح يصير فيه؟ راح يبدا يتسارع. زي ما عندي بالحركة الخطية عندي اف شو بتساوي؟ مجموع اف شو بيساوي؟ زيرو. ايه؟ في مجموع ام. مظبوط، اللي هو نفسه اف بتساوي ام اي، مش هيك؟ هذا قانون مين؟ نيوتن الثاني. قانون نيوتن الثاني اللي هو اذا اثرت على جسم بفورس راح يتسارع بشكل بقوه بتتناسب مع الماس، او التسارع راح يساوي الفورس على الماس. اذا هون مقابل كمان عندي نفس الشيء، عندي مجموع التوركس هون، بس بحط انا اكس اكس. اكس اكس يعني هذا الشافت راح اسميه اكس اكس الشافت. إذا هون راح يصير في عندي حوالين هذا الأكسس التورك اللي بأثر فيه شو بيساوي؟ بيساوي ألفا إكس إكس مجموع إيش؟ آي اللي هي الإنرجي. هلا هذا لاحظوا الإف ما إيش بقابلها؟ تورك. إي ألف إي شو بقابلها؟ ألفا. وإم شو بقابلها؟ الإنرجي. الإنرجي بنسميها السكند مومنت أوف ماس، السكند مومنت أوف ماس لهذا السيستم. وحدة F ايش كانت؟ نيوتن. وحدة A؟ متر بير سكند سكوير. وحدة M؟ كيلوغرام. بامكانك تتاكد انه النيوتن بيساوي كيلوغرام متر بير سكند سكوير. الT التورك شو وحدته؟ نيوتن متر. الالفا شو وحدتها؟ ايش كانت وحدة اوميجا؟ راديان بير سكند. راديان بير سكند. مشتقة اوميجا شو بتساوي؟ راديان بير سكند. هون راديان بير سكند سكوير. اي شو وحدتها؟ كيلوغرام متر سكوير اللي هي الانرشا. اذا خلينا ناخذ هلا هون نحط، راح نحط الانرشا هون. اذا راح اجيب انا كاني جبت هون فلاي ويل او عجل او ديسك، اي سكشن تبعه مثبت مع هاد. وخليني اخذ هون دامبر، الدامبر اللي هي زي الدامبر الخطيه، دامبر دورانيه. هاي راح اسميها اي، وهذا راح اسميه بي. وخليني افترض هلا بي راح تكون وحدتها نيوتن متر بير راديان بير سكند. يعني هون عندي نيوتن متر لكل راديان بير سكند، راح تكون هذه الدامبر اللي هي بتقاوم الحركه بالتناسب مع السرعه. واي وحدتها كيلوغرام متر سكوير. خلينا نحط المعادله. لو انا دخلت على هذا السيستم تورك، التورك هذا دخلته بهذا الاتجاه، وراح احطه تاو از فانكشن اوف تي. اللي مطلوب اني اطلع ترانسفير فانكشن بهذا السيستم. هذا وين بيهمني الاشياء الدورانيه زي هيك في الواقع من ناحيه عمليه؟ وين بيجيني سيستم زي هيك؟ الجير ماشي اوكي. ايش كمان؟ لو عندي موتور، لو عندي محرك، يعني لو عندي دي سي موتور بدي احط عليه فولتج، او بدي اطلع تورك وبدي اثر على ماس يلفها يحركها. اذا عندي هذا، اذا هون راح افترض انه عندي الانبوت تاو اوف تي
والاوتبوت. هلا الاوتبوت ممكن اقرر اني بدي اتحكم في البوزيشن وممكن اتحكم في السبيد، مزبوط؟ حسب ايش الابلكيشن. اذا انا بتحكم بالسرعه مثلا ممكن يكون عندي شيء زي مخرطه او سرعه محرك. اذا بتحكم في البوزيشن ممكن عمالي بتحكم بالبوزيشن تاع الساتلايت او انتنا. خليني افترض في البدايه انه الاوتبوت اللي انا بدي اتحكم فيه هو السرعه اوميجا اوف تي. بدي اطلع الان الترانسفير فانكشن ما بين اوميجا اوف تي وتاو اوف تي. شو بنعمل؟ نفس الابروش زي دائما، بنحط من المبادئ الاساسيه من قانون نيوتن التالي، من كونزرفيشن اوف مومنتم، كونزرفيشن اوف ماس، اي شيء بكتب الديفرنشال ايكويشن، بضل امشي في الديفرنشال ايكويشن ليضل عندي فيها بس في جهه تاو وفي جهه اوميجا، بعدين ايش باخذ؟ ناخذ اللابلاس ترانسفورم ونطلعها. اذا رح نتبع قانون نيوتن الثاني الدوراني حوالين الاكس اكس اكسس من هون، عندي الانبوت هو تي اوف تي. هلا لاحظوا هاي رح ينطرح منها الدامبر. زي ايش بتشبه الدامبر؟ لو عندك، عارف لو عندك سلندر والسلندر فيه في داخله مطاط، محاط في مطاط ومسكر وعمالك بتسحب فيه بتشد فيه، مش بدك تتغلب على المقاومه اللي فيه حتى تحركه. كل ما حاولت تزيد السرعة بتلاقيها زادت المقاومة، لو أنت مشيته شوي شوي بتلاقي المقاومة قليلة. هذه اسمها فيسكس، فيسكس فريكشن، لأنها بتعتمد على اللزوجين. إذا هون رح تكون هاي رح تصير تقاومني، هاي الدامبر لما بصير بحرك مقاومتها مع ايش بتتناسب؟ أوميجا مع السرعة. إذا رح يكون عندي هون بي أوميجا تي. ايش وحدة بي؟ نيوتن متر بير راديان بير سكند. ايش وحدة اوميجا؟ راديان بير سكند. اذا لما بضرب نيوتن متر بير راديان بير سكند في راديان بير سكند شو راح يضل عندي؟ نيوتن. هل هذا صحيح؟ صحيح. صحيح، لان اذا بدي اطرح شيء من شيء او اجمع شيء لشيء ايش لازم يكونوا دائما بالقاعده؟ نفس الوحده. ما بصيرش اطرح التفاح من انجاز، مش هيك بصير؟ تسع تفاحات ناقص خمس انجازات قديش بعطوني؟ 24. ما لها معنى، مش هيك؟ تسع تفاحات ناقص خمس تفاحات بعطيني؟ خمس تفاحات. اذا ما عمرك كمهندس تحاول تجمع تو كوانتيتيز او تطرح تو كوانتيتيز الا اذا كانوا نفس اليونت. اذا هاي اذا في شيء غلط، اذا انت طلعت اليونت تبعت هاي الكميه وطلعت مش نيوتن متر ما بصير تطرحها من هاي، بدك توقف وتقول انا غلطان خليني ارجع اتاكد. اذا احنا تاكدنا من هون الدايمنشن شيكينج، على فكره تول رهيبه جدا الدايمنشن شيكينج، انك تتاكد دائما انه الوحدات صحيحه. اذا هاي رح تعطيني النت تورك. هذا النت تورك الان رح ياثر على مين؟ السرعة. يتسارع، مش هيك؟ مش رح يسبب تسارع لهاي الاي، هاي الاي رح تبدا تتسارع اذا الالفا تبعتها، اذا هذا رح يساوي الفا اوف تي. انا ايف دروب ذا اكس اكس، هذا مفهوم انه احنا حوالين اكسس واحد عم نشتغل. مضروب في مين؟ في اي لهذه اليونت. الفا شو بتساوي بالنسبه لاوميجا؟ مشتقتها. اذا بدال الفا شو بقدر احط؟ اوميجا دوت. اذا مباشره بقدر احط هون اوميجا دوت في اي تساوي بي اوميجا اوف تي تي اوف تاو. هلا انا شو لازم اعمل؟ لازم احط الاوميجاز اللي فيهم اوميجاز على جهه واللي فيهم تاو على جهه. هاي بقدر اقولها هون تتغير اشارتها، بصير عندي هلا اوميجا دوت اوف تي في اي زائد بي اوميجا اوف تي بتساوي تاو اوف تي. جاهزين ناخذ لابلاس ترانسفورم؟ ايش الشرط؟ انه اوميجا اوف زيرو بتساوي زيرو. إذا بناخذ أوميجا، أوميجا شو بصير شكلها باليوناني الكبيرة؟ بصير زي الأوم، زي حرف الأوم، هاي هي الحرف الكبير لمين؟ اليوناني لهذا الحرف الصغير. إذا عندي هون صار أوميجا أوف إس برا، شو بصير عندي هون؟ الاشتقاق بعطيني إس، وإحنا طبعا هون قلنا إنه أوميجا أوف زيرو بتساوي زيرو حتى يكون هذا صحيح إس وواي، زائد مين بيطلع عندي كمان؟ بي كمان بي. هذا شو بتساوي؟ تاو هون راح احولها لكابيتال تي اس. خلص هيك جاهزين، مش هيك؟ صارت عندي هلا الترانسفير فانكشن اللي انا بدي اياها بتساوي 1 على اس اي بلس بي. بتحب تحطها بشكل يشبه التاو، شو بعمل؟ حتى تكون هذه مضروبين في اس، بدي اضرب هاي بدي اقسم على بي، فبقسم هاي بتساوي 1 على بي، بتصير هاي اس اي على بي زائد 1. هاي ترانسفير فانكشن كم بول لها؟ 1 بول. 1 بول قديش قيمته هذا البول؟ ماينس بي على ماينس ماينس راح تكون هذه هلا هون اس اي على بي زائد 1 هتساوي 0. اذا اس اي
على بي بتساوي ناقص واحد، اذا اس بتساوي ماينس بي على اي. وهاي لما بعملها بلوتينج هون وين بتكون؟ بتكون سموير هون ماينس بي على اي. كم زيرو لها هاي؟ ولا زيرو. ما لها ولا زيرو، مش هيك؟ اذا هذه لها بول واحد، اذا هاي ايش الاوردر تبع هذا السيستم؟ فيرست اوردر سيستم. التايم كونستنت تبعه قديش؟ اي. اذا ما تيجي تقول لي هاي التايم كونستنت تبعها اي، ليش؟ لانه مش واحد، لانه هون هذه مش واحد، بدي احول هاي لواحد حتى تصير هذه هون اي على بي، صار هذا التايم كونستنت تبعها اي على بي. طيب هلا بدنا نغير السؤال. احنا قلنا بطلعش ترانسفير فانكشن الا بسال السؤال في البدايه شو هو؟ ليش الانبوت والاوتبوت؟ انا ما بدي الاوتبوت يكون اوميجا، بدي الاوتبوت يكون ثيتا، لانه انا هلا صرت بالدرك وهذا بدي اعمل منه ساتلايت كنترول سيستم، وبدي اغير الدش، موقع الدش بحيث انه يتحكم بثيتا، مزبوط؟ او الانتين. اذا رح تختلف معي المعادلات هون، مش هيك؟ ارجع للمعادله هاي، بدنا نكمل من النقطه هذه من هون. لما وصلت انا عند النقطه هاي هون، شو اللي بهمني انا كان؟ اوميجا. اوميجا، اذا محل اوميجا ايش راح احط؟ ثيتا. ايش العلاقه بين اوميجا وثيتا؟ اذا احنا بنقول انه اوميجا اوف تي بتساوي ثيتا دوت اوف تي، مش هيك؟ والفا اوف تي دبل دوت بتساوي اوميجا دوت اوف تي وتساوي ثيتا دبل دوت اوف تي، مضبوط؟ هذول كل واحد موافق على هاي؟ والوحدات كمان صحيحه. ليش؟ ايش وحدة اوميجا؟ راديان بير سكند. شو وحدة ثيتا؟ راديان. بس لما ببنها دوت شو بتصير؟ راديان بير سكند بيساوي راديان بير سكند. ايش وحدة الفا؟ راديان بير سكند سكوير. ايش وحدة ثيتا؟ راديان بير سكند، بس لما بشتقها مرتين بتصير راديان بير سكند سكوير. اذا دايمنشن اللي هدول المعادلات كلهم صحيحة. رح اخذ المعادلة مثلا، خلينا ناخذ المعادلة هاي، نقدر ننتقل من هون مباشرة. محل اوميجا دوت شو راح احط؟ ثيتا دبل دوت اوف تي مضروبه في اي زائد محل اوميجا ايش راح احط؟ ثيتا بتساوي تي اوف تاب. خلص هاي المعادله جاهزه. كل اللي عملته شو؟ غيرت الفاريبل، بدل ما يكون عندي اوميجا، لانه اللي مهتم فيه مش اوميجا، اللي مهتم فيه الانسولين ثيتا، ناخذ اللابلاس ترانسفورم بصير عندي ثيتا. ثيتا الكبيره باليوناني تشبه هذيك بس اكبر، جاي انصح شوي. من هون عندي بصير اس سكوير اي زائد اس اي بتساوي كابيتال تي اوف اس. اذا بتصير عندي ترانسفير فانكشن هون شو بتساوي الان؟ اف اوف اس بتساوي ثيتا اوف اس على تي اوف اس وتساوي 1 على اس سكوير اي زائد بي اس وتساوي 1 على اس مضروبه في 1 اي اس زائد بي. هذا السيستم ايش الاوردر تبعه؟ سكند اوردر سيستم. كم بول اذا بيلوك؟ اثنين بول. اثنين. واحد منهم وين؟ زيرو. هذا هو الاوريجن. فهذا السيستم راح يصير في له بول هون وفي له بول ثاني هون. كم زيرو له؟ ولا زيرو. ولا زيرو. ايش هذا البول اللي في الاوريجن شو بيعمل؟ واحد على اس عباره عن ايش؟ انتجريتر. اذا في عندي صار انتجريتر. لاحظوا انا لو بدي احول من ثيتا، من اوميجا لثيتا، شو كنت بدي اعمل؟ ده كامل. كان بامكاني انا اعمل هيك هون. هاي اوميجا اوف تي احط هون 1 على اس شو بعطيني؟ كاني انا ضربت 1 على اس في هاي، مش هاي هي نفس هاي مضروب فيها 1 على اس، مضبوط؟ لكن كل اللي عملته ضربت هاي في 1 على اس، فتحولت من ترانسفير فانكشن لاوميجا، صارت ترانسفير فانكشن لثيتا.